هات لشوف شو مشكلتها. سيدي بكره 15 شهر وانا عندي فحص القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحيه. عم تمزح يا فرحه قلبي يا فايز. حط لي غنيه بدي ادبك من فرحتي. وانا شو اعمل يعني؟ ادبك سيدي يعني انا بكره اذا ما رحت انا بيضيع مستقبلي. انت اجدب شيء سيدي. ليه عم تحكي معي بهي الطريقه؟ انا عن جد طوال حياتي بطمح اني اصير ممثل، يعني انت لا تكون سبب ضياعي. حبيبي شو مفكر حالك بصالة بلياردو ولا عم تلعب فيشه؟ انت بسجن ومتهم، يعني خراس ورجع لي عن النظاره. سيدي الله يوفقك. ساعده والله حرام. شو الاخ محامي دفاع يعني؟ لا سيدي انا رفيقه وغسام مثل اخي. ارجعوا عن النظاره الله يرضى عليكم. لحظه، اذا بتقلي مين الشاب الخامس اللي ضرب الرجال طلعك. ما فهمت. انتوا كنتوا خمسة وضربتوا الزلمة، احكي لي شو اسم الشاب الخامس. احكي لي شو اسمه ووعد شرف لطالعك تقدم فحص وترجع. اسمه ايه؟ سيدي ما بعرف، ما كان معنا حدا، كنا نحن الأربعة وأنا ما بدي أطلع. تعتا تعال حسادك وأمري لأوام. تعرف ليش؟ لأنك زقرت وقبضاي، عم تضحي بمستقبلك مشان رفيقك. شي بيغفر شي. يعني رح تساعده سيدي؟ انتظر لحظة. احترامي سيادة العقيد، سيدي في عنا شاب هون بده يطلع يقدم فحص، وهو هلا عنا محجوز قيد التحقيق. فإذا تكرمتوا علينا يا سيدي نخرجه من السجن مع اثنين شرطة، يطلع يقدم فحص ويرجع. إيه سيدي؟ أمرك سيدي. بتأمر سيدي. بشر سيدي. ما مشي الحال. روح نام مشان تروح بكره على الفحص وأنت مصحصح. أي فحص؟ يعني مشي الحال. لك دخيل ربك. لك أنت شغلك. بتعرف إذا ما نجحت بكره رح تاكل قتلة مني حشك وربك. لك وفلقة كمان سيدي. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافية. السلام. من الصبح بتروح تسلم حالك وبتمشي على الخريطة بالضبط هيك 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 لتوصل لهون، وأنا بكون لقي لك هون بالضبط. آخر إيش شو في هون؟ هون الريجار. الله لا يوفقك. ولك بدك تقتلني بريحة الريجار أنت؟ إيش وأنت طالع من كازينو؟ طالع من الحبس بدك تنقذ رفقاتك؟ والله كل هم أنا خير يا أخي. خايف الحبس من جوا يكونوا حيطان مسلحين. لا مو دائما بيكونوا حيطان مسلحين يعني. مظبوط معك حق، هنن بيحسبوا حساب انه في حدا بده يهرب. يا عد ما كجيت بيه. وبعدين الله يجيبك يا طولة البال، ماله بالعاده يتاخر هيك؟ لك بالعاده بيتصل، شو صار له؟ الله يجيب له عواقب سليمه ان شاء الله. هو مرحبا عمو. اهلين عمو. انا طارق رفيقه لغسام، ما بعرف اذا بتعرفني. عمو غسام موجود؟ بعرف انه مو هون وانا مشان هيك جاي. وينه غسام؟ غسام بالسجن. شو؟ شو خايف؟ شو؟ خايف تكبل لي كل هالجهد على الفاضي. شلون بدك تروح انت تقدم على المعهد؟ مو محبوس ولا؟ لك ما المساعد قالنا اوكي، ما انت طلعت ترجيته ومحبوس ايده انا؟ ايه صح بده يروح معك. يا عمو اذا راح معك منيحة كثير لغسان. ليه؟ بده يروح معك اكسسوار. ك-
كيف يعني؟ يعني مثلا طوق وخاتم لا 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 بتستخدمه للشرطي اكسسوار مو هيك هو؟ هذا هو الشرطي هيك هيك كلبشاك هو؟ ايه تمام بالله؟ والله ما بعرف حلو الله يبقى مثلا مثلا ما عليه هلا شيلنا من الانسان انت قربت مثلا بدك تعمل كذا هيك عم هو تضايق فشلون بدك تطبعه انت قدام اللجنه؟ بسفقه كف لك لا لا تسفقه كف فتيل هيك خذ هيك بوز لحالك رجع هيك لعنده فتيل شواربك قل له فتح عينك وعارف مع مين عم تحكي مو كل الطير بتاكل لحمه على لحم يمر لا حول ولا قوه الا بالله الله يصلحهم ويهديهم ماشي الحال عمو انا من بكره الصبح راح باشر اتصالاتي وان شاء الله بيمشي الحال بس ضروري هلا نروح نشوفهم هلا؟ لا عمو هلا ما راح يمشي الحال ما بتخيل يفوتونا بس يا عمو خايف غسان يحتاج شيء بده مصاري مثلا يعني هيك شيء اليوم والله ما بتخيل بكرة الصبح أحسن وبيكونوا إجوا البقايا وطلعنا سوا لأنه أنا رحت خبرت أهالي الشباب الله يعطيك العافية عم نعزبك معنا عمي الله يعافيك ولو غسان أخي الله يبارك فيك وعز إن شاء الله الله يخليك يا عم خيو يلا فوت هيك وشد حالك وانت ما بنخاف عليك ودير بالك على حالك وعلى رفاتك خروف تتذكر هاي الصورة اللي صورنا اياها زنبو ونحن عم نشرب متي؟ ايه بتذكرها عندنا صور كثير انا وياك اذا صار لي شيء جوا ابقى اشوفها خلص يا زلمة ما راح خلص فوت يا زلمة الجسد النحيل هذا الجسد النحيل يذوب ويتحلل يذوب ويتحلل لك يتحلل يا حمار لك شو عم نقول يتحلل آه لو أن الإله الأبدي ستوب حبيبي ستوب مو ضابط لا ستوب أنت مين مدربك واحد رفيقي حمار وأنت ليش حمار لأنه رفيقي حمار شو بدي أطلع حمار مثله حلو جواب جميل عجبني هلا يا جماعة شلون بالله العظيم ممكن نبيت أنا عندي اقتراح عيدة بس إحساسك من جوا مو من برا لا حمي معلش نشاور بس طيب لحظة اسمع شوي خلاص مرة تانية بيلك تروح الفحص لا أنا بدي أقول له شغلة كتير مهمة شو أنت مو قدم على معه التمثيل قدم له مشهد لك روح قال له حنريحوك يا شبا يختي عليها يختي عليها ريا وسكينة يا عيني عليك يا محجوب سكينة تنحرف فؤادك تولى أمره خلاص شباب محجوب بظروف مو صحية يلا يا جماعة شباب يا شباب ما تنسوا إنه غسان بيبيضونا بوشنا ادعوا لي وحش ما بيخاف عليه لا اضرب طيب روح مشط معلم يلا دير بالك أحبك بوس إيدك حبيبي عمي غسان أنا مخنوق لا هو أنا مخنوق غصة بقى ماشينا بقى يلا 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 بس ثانية بس زلمة طول بالك طول بالك عنده فحص بالمعهد العالي لا تضغط علينا نفسيا ادعوا لي شباب الله معك أبو الغيث الله معك صور مع الممثلين غسان باي غسان لك يا شباب أنا تذكرت شغلة كثير مهمة لك تذكرت شغلة كثير مهمة شو خلصنا لك أنا ما فيني على هاي اللحظات والحل سينمان قبل ضل 3 اشهر مكتئب لك هذا الولد ما بيفهم بنوب صرت 1000 مره قايل له شو بدك بقصه التمثيل لك اذا بيجي لعندي على الملحمه بتعلم له مصلحه لك مو اشرف له محجوب انت اجدب ولا غبي اسمع له الحديث والله انا برايي انه حكيه صح لك بشرفي يا محجوب جاي على بالي هيك اقلب لك قصه حياتك كلياتها ملحمه لك يا حمار انت نسيان انه غسان رايح يقدم على التمثيل يعني بده يصير فنان بتعرف شو يعني فنان لك هديك المرة قاعدين أنا وأبي على المصطبة ببسيمة ما شفت لكم إلا غفلة عيني لك شو شفت لك منام محجوب إخراس لك بيخوف كتير لك إخراس محجوب اشتقت لك عزبناك حكومة الله معك يقتلوا هي حامشة ما حدا يهرب هذا هو الله معك بالسلامة علي عم يزن شو صار شباب لك أنتم فاكرين إنه أنا بترككم غلطانين كتير جبت لكم بريزن بريك عم تمزح شو ها لك بريزن بريك شوف
ايه شو هاد؟ لخريطة لك عشدر. حلو. هلا انت برايك انه هي خريطة ولا حاوية زبالة؟ لك شلون حاوية زبالة؟ رح نطلع من هون حبيبي ونمشي لهون وننزل نمرق من جنب دكان أبو سمير، بننزل 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 ونطلع من هون من النيجر ليكو عند السرة. لك انا ما رح اسعى اطلع من سرتك، بعدين وينك؟ انا مستحيل اقتنع انه هي خريطة. ليه بقى؟ لانه الخريطة بتكون محطوطة بقنينة ومشلوفة بالبحر. يا زلمة بس بدي افهم شغلي لك، شو هون وشو هون؟ انت جنيت شيء ما عم بفهمها. لك يا حبيبي عم اقول لك رح نمشي من هون نتحرك لهون ومنطلع من هون. الله لا يوفقك يا ابو الحروف. طلبني على الموت بلبيك شو بدك. وينك وينك هلا فوق؟ مو تعمل حالك شرطي؟ قول انك رفيقي. كيف يعني؟ لك شو كيف؟ قول انك رفيقي خلاص جاي تعمل معي هذا المشهد. طيب فهمني شو عمل يعني؟ هلا فوق بتفهم، بس اهم شيء ما تقول انك شرطي ماشي؟ يلا. طلبني على الموت بلبيك. يا لطيف شو مشتاق لك يا امي. الله يرضى عليك يا رب. اسمعني يا بي، بدي سودا. بدك سودا؟ عامل شيء منيح لحتى اجيب لك سودا ما؟ هلا بورجيك. شفت شو اخرة هالزهران رفقاتك؟ حطوك بالسجن وورطوك معهم وروح عليك لدراستك. بكرة أمك بس تعرف شو بده يصير فيها، ما بدها تنجلط. خلصنا وائل، خلصنا. ببوس إيدك، أنا بشو أنت بشو؟ يعني سيادة المساعد أول إذا رحنا لهنيك بنلاقيه؟ طبعا هلا هو هنيك عم يقدم فحص القبول. كتر خيرك، يلا عمو طارق. شو خير شو القصة؟ يعني علاء أنت شايف الوضع مناسب لأقول لك شو القصة؟ خلص احكي مع طارق أو أبو الحروف هو بيقول لك بعد. يلا رح. لك يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو كم جوز جرابات رقعتيلي يا مو يا مو ولي على قلبي تشعر قلبي من الغنية ردني حافظها يا مو يا ست الحبايب يا مو. قولك على شو فرحان وعم ترقص؟ لك عشدة لك على الغنية عم غنية عم يزن. لك الغنية حزينية عم تمزح. إيه لك كان اللي ربط الحمار وفلتك وينه؟ يقول عم يربط حمار تاني. هذا هو تقبر قلبي زعلان. وهيك لاقين لحل بهالقصة بقى يا أخي، طلعونا من هون. ايه خلاص هلا بنشوف طارق شو بده يصير معه بعدين بنحكي بهالقصة. مين بدك تشوف سيد راسي؟ طارق. طارق بعدين ليه عم تحاكوني؟ انا شو دخلني؟ طب معلش بعدين. اذا طارق ما حل شو بدنا نساوي؟ روح على مقعدك انت. طيب رايح صراف. لحقوا لك كثير حزينة الغنية. روح نبر يا مو. ان العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله اركانا. شكرا لك يعطيك العافيه بنتي. اللي بعدها. هاي 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 وين فايت انت؟ هون مو المعهد العائله في المسرحيه؟ لا هون السيرك القومي. لك لا تكونك محكوم اعدام وجاي تعمل ممثل هون. لك شو اعدام ما اعدام وكل الله. هذا المشهد اللي انا بدي اعمله بده الشرطي، فجبت رفيقي هذا من صف التاسع لبسته شرطي مشان يعمل دور الشرطي بالمشهد اللي بده الشرطي. ها فرجيني لشوف شو بدك تعمل انت والشرطي. اسمه الشرطي مو الشرطي. تفضل لشوف. شوف شو كان اول كلمه شو كان؟ ولا شيء عارف. اي كلمة ما بنسى لك يا طول حياتي شو ما كنت تحكي وانا بقلي. طيب ماشي اسمعوا له اللي بقرب على ابن عمي عمر او ابن عبد الحي بتكي هلا تقدى لا يلوم اللي حاله. لا يا سيدي بدي قري. لا ما في تقري. لا بدي قري. لا ما في تقري. ولك يا ابني هذا كل شيء حافظه بالتمثيل انت. هاي 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 وين فايت انت؟ هون مو المعهد العائلة في المسرحية؟ لا هون السيرك القومي. لك لا تكونك محكوم اعدام وجاي تعمل ممثل هون.
لك شو أدام مع أدام، وكل الله. هذا المشهد اللي أنا بيعمله بده الشرطي، فجبت رفيقي هذا من صف التاسع لبسته شرطي مشان يعمل دور الشرطي بالمشهد اللي بده الشرطي. ها فرجيني لشوف شو بدك تعمل أنت والشرطي. اسمه الشرطي مو الشرطي. تفضل لشوف. شوف ما بنسى لك يا طول حياتي شو ما كنت تحكي وانا بقول. طيب طيب ماشي. اسمعوا لا، اللي بقرب على ابن عمي عمر او ابن عبد الحي بتكي هالقد قدها لا يلوم الا حاله. الا يا سيدي بدي قري. لا ما في تقري. الا بدي قري. لا ما في تقري. ولك يا ابني هذا كل شيء حافظه بالتمثيل انت؟ لا استاذ بس برا برا. طب ما بدك تسمع قصيده؟ امري لله. هات لشوف. أفاطمة مهلا أفاطمة مهلا بعد هذا التعلم. أفاطمة مهلا يا حبيبي حتى القصيدة معنك حافظها؟ لك حافظها وكل الله شوي بس انت روق مشان أعصابك. استنى احكي لعيني يا وين شي بعرفني. لك امرؤ القيس هذا اللي يا حبيبي خلصني. واحد من اثنين، يا اما احكي القصيدة يا اطلع برا، في ناس برا واقفة عم تستنى. طب انت تهدالك شوي وتروق هيك وتسمع لك قصيدة ثانية أحلى. تفضل لشوف. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهوبي لن ترى. اطلع برا برا. وكل الله شوي. أنا محضر بس ما بعرف شو. ولك يا ابني ولك برا الناس واقفة بدها تفوت تتقدم ما عندنا وقت. أنا لازم أصير ممثل. ولك برا أصير ممثل. لا بدي أصير. لك لا بدي أصير برا. اوه ده مشان صحتك. طيب وكل الله. اوه ده ما بخافس غير برا. اسمعني طيب، انت اذا بتسمع شو صاير معي يعني ممكن انك تعذرني على فكره. صاير معي شغلات رهيبه. هات شوف شو صاير معك. انا بنت جيراننا هيك الله يشفيها ويعافيها صايره معها مرض، هداك المرض بصابونه رجلها بعيد من هون يعني الله يبعده عنها. قلت لحالي يا ولد لازم تزورها، ما حلوه هجرتك. نزلت لزورها وانا بتعرفني احب اطلع بهي المناظر يعني تشعرتي بدني، بس قلت لحالي يا ولد طلع. طلعت لقيت رجلها هيك عم تبقبق صابونه رجلها وعم ترغي رغي هيك وعم يطلع منها فقاعات. قلت لحالي صارت وصارت، خذ لك حمام. فتت عم باخذ دوش عم بغني المي بتروي عطشان وبتطفي نار الحران، ما بلاقي غير صفت شغله هيك طياره F-16 نفاسه. قلت لين فلجت انا ما عاد عرفت وين بروح بحالي. مو داري لك خالي ابو سليمان خدها مستعيرة من رفيقه دورة صفر لي قال لي اطلع. قلت له بس البس اي اطلع بالبرنوس. خلصني طلعت بالبرنوس. تعالي لك مرت خالي بدها تطلع وبدها متاخرها مليون وبتقدمها مليون. لك منين بدك تأمم مليونين بهالايام؟ ما بيتأمم معك. رحنا على رفيق على بيت رفيقي بمشروع دمار، نزلني انزال مظلي نازل هيك كذا لحتى وصلت لعنده. قلت له بدنا مليونين، اعطاني مليونين. رحنا طلعنا مرت خالي، رجعنا عند بيت جيراننا، طلعوا على الصابونة الدكاترة واكدوا والحمد لله انه في امل يعني ان شاء الله بتعيش. هلا بشرفك بتجاوبني بصراحة وبسرعة، هاي القصة انت مألفها ولا هلأ طلعت معك هيك؟ بصراحة وبسرعة؟ بصراحة وبسرعة. هاي القصة يمكن تكون أحلى من كل شيء محضره. روح الله معك. يعني الحاصله روح قمحة ولا شعيرة؟ لا صابوني. يا الله روح ليك على فكرة هذا شرطي حقيقي وانا طالع من السجن هلا. انا بحب الجزء بين الشيء. السلام عليكم. روي تدهورنا هلا اذا ما قبلوني من وراك شو اعمل انا؟ طمني بابا كيف كان فحصها؟ ان شاء الله خير. أمورك تمام؟ إيه بابا أنت مو زعلان مني؟ لا ما أنت زعلان منك. شرف حبيبي تأخرنا. يا زنبع أمر مالي جيب له كاس متة لشادي. لا لا دخيلك تعمل لي حرقة بعدين المتة غلياني. يا أخي شيلنا مسيرة المتة، فهمني نحن ليش نستناه هون؟ لك شو؟ بلكي في اصابات، في حدا صاير له شيء لازم يستناهم على الباب. اولا خليك منطقي، وثانيا مدري ليش انا ماني مقتنع بالقصه، واخيرا يا اخي كل خطتك فاشله انت. لا شيء برغشه يعني؟ لا
رح مر لك قصة فاشلة لأنه شكلك ما بتعرف أبو الحروف إذا حط إيده بشغلة شو بيصير. على كل الأحوال تجي لعندي الساعة 8 المساء وبتجيب معك هذا اللي بيعزف نتسلى شوي. هي على لك يحرق ديبك شو بتحب الوسط والسيارين وخلافه. أنت ما تأخرت؟ تأخرت بس عطيني شط المقطين. ما في مفودة. إيه صحيح أنا عامل ريجيم. يلا سلام باي. علينا أبو مروحة. يا زنبوع أمر معلم جيب لي ديوار نزار رباني تحت المدينة. طب شو بك يا زلمة زعلان؟ لك شو زعلان يا زلمة؟ لك شفتني تبلكمت وما عرفت أحكي. أحكي لك شي كلمة مو على أساس الشرطة في خدمة الشعب وأنا شعب. طب طلع بإيدي ساويته. هيك لا مسخرة هذا اللي عملته. طب بتشارضنك لح تنجح؟ على هالوش؟ من سابع المستحيلات إني أنجح. طب شلوني معك بهي النافلة طلعت لك فيها تبع المخرز اللي بقرب على ابن عمي عمر؟ عطلي شغلة.